معايا مباشر. حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكله. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا محاصيل مهمة جدا استراتيجية زي السكر. عندنا أيضا معاهد مسؤولة عن المحاصيل وتنميتها والعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المحاصيل الاستراتيجية. معهد بحوث المحاصيل السكرية هو أحد الصروح البحثية المهمة وليه دور مهم جدا في النهوض بالمحاصيل السكرية، وبيقوم بدعم البحوث والدراسات لإيجاد أصناف جديدة تكون عالية الإنتاجية والجودة. بدأ معهد بحوث المحاصيل السكرية في عام 1913 كقسم للقصب، وكان بيسمى بمصلحة الزراعة في هذا التوقيت. في عام 1971 أصبح قسما للمحاصيل السكرية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية. في عام 1983 أصبح معهد بحوث المحاصيل السكرية أحد المعاهد البحثية ضمن معاهد مركز البحوث الزراعية البالغ عددها 17 معهد. بيضم معهد بحوث المحاصيل السكرية 6 أقسام بحثية، وبتعتبر المحاصيل السكرية اللي هي قصب السكر وبنجر السكر من المحاصيل الزراعية التصنيعية الاستراتيجية والمهمة جدا، لأن هي بتأتي في المرتبة الثانية بعد محصول القمح. بتنتشر زراعة محصول قصب السكر في نطاق الثمان مصانع اللي موجودين لشركة السكر وأيضا الصناعات التكاملية، وهي بتتمثل في مصنع سكر أبو قرقاس في محافظة المنيا، ومصنع جرجة بمحافظة سوهاج، وكل من مصنع دشنة ونجع حمادي وقوس وأرمنت في محافظة إنا، ومصنعي إدفو وكومومبو في محافظة أسوان. بتنتشر زراعة محصول بنجر السكر في محافظات الوجه البحري زي كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، وأيضا جنوب بورسعيد، وقطاع النوبارية، والجيزة، والفيوم، وماني سويف. ونجح بنجر السكر لأن نظامه التسويق التعاقدي كان يعني عامل من عوامل نجاح زراعة بنجر السكر. وأيضا بتمتد زراعته حتى شمال محافظة أسيوط في نطاق مصانع إنتاج السكر من البنجر في كل من الحمول، ومصنع الدلتا بكفر الشيخ، ومصنع بالقاس بمحافظة الدقهلية، ومصنع النوبارية اللي في قطاع النوبارية، وعندي مصنع الفيوم وأبو قرقاص اللي في المنيا. المعهد أهدافه إيه؟ المعهد أهدافه أنه يحقق الزيادة الرأسية والأفقية في إنتاج المحاصيل السكرية والسكر من خلال البرامج البحثية. هو يمتلك برامج بحثية 5 متمثلة في برنامج قصب السكر وبنجر السكر والذرة السكرية، وليه مجالات مهمة جدا في الإرشاد والتدريب، وبينفذ برامج تربية وإنتاج أصناف قصب السكر عالية الإنتاج، وأيضا تكون مقاومة لأهم الأمراض والحشرات. جهود بيقوم بيها كبيرة جدا. عندنا محصول، وعندنا فلاح، عندنا صناعة قوية، وبنتكلم على المرتبة الثانية في المحاصيل الاستراتيجية النهاردة. وإحنا بنتكلم على تغيرات في المناخ، تغيرات تبع المياه وكميات المياه، ودي بتعتبر تحدي من التحديات. زيادة سكانية، المفروض يبقى عندي زيادة في الإنتاج. النهاردة العلم لازم يكون ليه دور أكبر. هنتعامل إزاي مع هذه المحاصيل اللي منها قصب السكر اللي بيقلق المزارعين عموما أو المهتمين بالقطاع الزراعي بسبب استهلاكه للمياه؟ النهاردة عاوزين نتابع مع بعض الملف ده، لأنه من أهم الملفات المفروض إن احنا نشوفها النهاردة، لأن مفيش مائدة أو مفيش مواطن مصري يقدر يستغنى عن السكر. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعة مباشرة.